يا شباب عاملين ايه؟ معاكم حسين، فيديو جديد النهارده على مصر ترايب، والنهارده هنلعب مع بعض EA Sports. It's in the game. اعتقد الانتري دي كلنا حافظينها، يعني تقريبا عدت علينا كلنا، وكلنا ما كناش عارفين بننطقها ازاي، ومش عارفين اصلا هو الراجل كان بيقول ايه. بس فالنهارده هنلعب مع بعض ان شاء الله فيفا 22، وهنبدا مع بعض كده كارير مود. انا ما لسه ما لعبتش غير الماتش الاولاني بس، فيلا بينا. هجرب العب زي بحسين، وغالبا هبهدل الدنيا وهيطلعوني اعرف الاخر لطلاع الجيش. ولعب بي اس جي بجد اول ماتش ليا، انا مش فاكر اصلا كنت بلعب ازاي. الله عليك الله عليك، اوعى كده، حاسب كده، اطلع لي بقى كده يا بيه. وجودي في الملعب بس مين ده؟ لهبه ده راشفورد صح؟ راشفورد سولشاير. يعني هو مش مشي خلاص واتكل على الله؟ المفروض يقبض سحسي يا جماعه. شفتوا سحسي النجم لما نزل شايفين اللمسه؟ شفتوا اللمسه؟ هو المفروض كان يلعب لي يلا، انا ما كنتش اجيبها اصلا بس ماشي. هو انا بديفند ازاي تقريبا اكس. شفت التاكلينج؟ شفت التاكلينج يا عم؟ صاحبي صاحبي صاحبي، هنا 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 يا عم. انتوا بتلعبوا 31؟ ايوه هات كده بقى. أنا آسف. خش أهو 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 يا عم أهو. أنت رزل يالا. هداك نيلة يا برون. هو إيه ما بدلهم الكرة بدل ما يدوا 1 2؟ بص بص فاتح له إزاي. خش يا سحس، خش يا سحس. عاش يا سحس. ارجع تاني يا سحر. فين الاستامينا بار؟ انا عايز اشوف الاستامينا بار بتاعي يا جدعان. ما العب السهل بقى، عشان اعرف احط كويس. ابو الصحاب حبيبي، دي كوره دي تتلعب؟ دي كوره دي يحط لي كل حاجه في البتاع امبابي؟ لا لا لا، بص بص بص، انا فين؟ انا مش شايفني خالص. العب هنا، العب السهل، العب السهل. خد يا برون. شفت يا راشفورد؟ هنا بقى معاك بقى. ارجع بقى، ارجع ارجع ارجع، اهو اهو فاتح لك. ما علينا. ارمي اهو، بص بص يا عم بقى يا عم. خد 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 6-8. والله نزلت في 10 دقايق بالظبط، 6-8 حلو. ما شوتش ولا شوطه، ما عرفتش اعدي من ولا واحد، ما فيش ولا اسيست. رضا على فكره هي اللعبه اصلا واضح ان هي كانت سهله جدا، وانا عمال اقطع كوره عشان اعرف اسكور، بس ما عرفتش في الاخر ليه؟ عشان انا هاوي. مين اللي هيطلع؟ انا اطلع انزل مكان رونالدو كمان، ما شاء الله علي. يلا يا دون، معلش بقى، انت كده كده انا هنلي مستقبلك خلاص، يعني انا في وجودي مستقبلك راح خلاص. انت شطبت، اعتزل احسن لك. ايه ده وانا واقف ورا ليه؟ ده نوير. اوكي انا بقول ان ايه اللي جابني هنا. ارمي له هنا، بص بقى، بص انا لوحدي ازاي. بص بص اهو 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 قصير. ما انا الواد مش طويل برضه. انا كنت عايز اسميه بدل سحسي مباير، كنت سميته سحسيانو. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاحيانو. بصوا انا واقف لوحدي خالص، صحرا والله العظيم. اي ثرو بول هبقى بالجول. ما يمكن عشان كده، عشان انا اصلا اوفسايد. ولا ولا هنا 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 هنا. ده بايرن 1-0. بص يا ابو الصحاب، يديله بقى ثرو بول، حطها بقى. ده مين ده؟ خش عليه بس، بول خش بقى. ايوه هو انا بصيتها لنوير باين ما شطهاش. بسم الله ما شاء الله علي. يلا انت هتجري الملعب كله ولا ايه يا ابني؟ خلاص هتفرط. بس هو اتحسب لي اسيست. طب اي حاجه اي حاجه. على فكره والله اللعبه بجد عايزين اجيب جول، اللي هو يا عيني سحبت عليه. بص بجري ازاي.
معلش 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 كنت عايز البسه كوبري معلش بتحصل. المهم لا لما بنزل الفرقه بتكسب. شفت شفت ازاي يعني حاولت اعمل سكيل موف بس واضح ان انا غلبان. الانانيه وحشه. شفت الكره دي يا عم؟ ده انت حكم تنح. لا حكم تنح مش كده. الاستامنا برضو عندي مش اعلى حاجه. انا معالي البيس بس. هو انا اي كره باخدها تقطع؟ بص يا بوجبا بص يا بوجبا بص هنا اهو صاحبك اهو صاحبك اهو اهو صاحبك اهو. طب خدوني معاك خدوني معاكم اخوك الصغير وهتعلم والله. ما تبصي بقى ما تبصي بقى. ضرب الجزاء يا حكم. وقعوا يا عم. معلش معلش هو في مره في رجله ومره في قفاه. وانا عملت ايه؟ ما... بتحصل بتحصل. هيبصل ده هو ماله معلم عليه ليه؟ لا ما بصاش لده. هتيجي والله والله هتيجي. بصوا بقى اهو صاحبكم اهو. اطلع ياض. شفت؟ هيرجع بقى هنا تاني. اهو يا عم اهو اهو. ليه ليه اهو؟ طيب جول بقى. ايوه بقى. شو اتفرج يا ابني. انزل يا ابني انزل اسجل. ايه ده انا خليتك تعمل كده؟ ده اللي انا علمته لك. اتفرجوا على الـ على الـ ايوه. انا عايز بقى في الاستاد كل يقول حسين حسين. صديقي الاستامنا الماتش خلص. ماشي حلو. ايوه اخيرا. واتنين شوت اون تارجت. حلو جدا والله. زي الفل كده زي الفل. اه انزل من دقيقة 21 اهو. انا متوقع يعملوا لي كده. بيخلوها في الاول حاجه زي ايه تريننج. مين برضو؟ رونالدو. مش قلت لك رونالدو هقعدك؟ واخد بالك مع الوقت بتخرج بدري. جدع والله. اجري اجري. انا اوف سايد. بص العب لي بقى هنا. العب لي هنا معاك اهو اهو اهو. يا اناني يا رخم يا ده انت حقير يا الغطاطه بتاعت امك يا اخي. ده انت عيل قذر. تعالى يا عم اركي اقعد انت بقى. طب مش 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 اهو اهو. يلا خد بقى خدها واجري بقى. يا نهار ابيض على الجمال يا رب. ايه ده يا ايه ده؟ لا 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 انا سعيد انا جبت الجول ده عشان جول جامد جدا جامد جدا. بص انا لوحدي ازاي؟ ذا ماستر اوف سسبنس. سيد التشويق يعود ويطل علينا من جديد. ذا ماستر اوف سسبنس سسبنس سسبنس. يا عم احنا كتير قوي. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه اهو؟ يا عم انت بتنيل ايه؟ ده عامل زي العيل الرزل صاحب الكوره اللي مش عايز يبص لحد. ده لوحدي لوحدي خالص لوحدي خالص. هيفضل يقسمه. هات يالا الكوره دي هات يالا الكوره دي هات يالا الكوره. احسن والله. انا قصدها. العب بقى هنا العب بقى هنا العب بقى هنا العب بقى هنا. يا انت انت استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ خش بقى. ماشي يا برونو. بص انا فين؟ ايه القرف اللي انا عملته ده؟ انا لوحدي لوحدي لوحدي. ماشي مقصود. انا قصود على فكره. ايه ده؟ لا مش اوفسايد. صديق صديقي لا والله ده انتوا هفقات. طب انا لعيب لسه غلبان على قدي وفي بدايه حياته. انتوا هفقات.
يا راشفورد انت رزل قوي. يلا انت ايه؟ ده انت رخم قوي، ده انت رخم قوي. يلا اخش بقى، خش بقى، خش بقى. ماشي. حلو حلو حلو. وصول النجم الجديد الستار بتاع الريدز. ريدز ايه؟ انا ايه اللي جاب ليفربول هنا؟ الديفلز. معلش انا اسف لليونايتد فانز. 10 الريتنج، 10 حاجه جامده جدا. اعتقد احنا ممكن ننهي الفيديو هنا. وممكن اصلا نعمل زي ايه ده البروفايل. ماشي، يعني حلقات للكاركتر دي بقى بتاعت فيفا، ونكمل في الكارير مود بس. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب، وسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتس لو عجبكم الفكره بتاعت فيفا، ولا احنا نعمل الكارير مود ونكمل فيها. وبس كده، والسلام عليكم.